منتظر. شنو اللي وفره عباس لكم؟ وشنو اليوم اللي تحتاجه عائلة عباس اللامي؟ والله أستاذ نبيل، الوالد كان يمر يعني بظروف صعبة، كظروف مادية أحكي لك، كظروف مادية إحنا ظروفنا صعبة، إحنا ظروفنا صعبة من حالة إنه إحنا فقط على راتبه، وإحنا راتب التقاعدي وهسه إن شاء الله بعده، إحنا هسه صارنا من وفاته لحد الآن صار 8 أشهر وراح نطب الشهر التاسع إحنا ما مستلمين. ما مستلم راتب؟ ما مستلم معاملة، ما تطلع مال تحويل الراتب، ونطلع نروكض بيها، خلينا عند محامي، خلينا عند ما أعرف هاي شنو. والله العظيم إحنا حالة المادية إحنا شلون نشتغل إحنا كل من منو 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 المسؤول على هاي؟ نقابة الشعراء منو؟ إحنا أنت أستاذ نبيل، أنا قدمت أستاذ جبار فرحان رئيس جمعية الشعراء الشاميين، التقى بي قال لي اريدك تجيب غراضك واطلع لك هويه مال شعراء. ما اريد هويه، اريد راتب مال والدي. يعني شو سبب الهويه؟ رحت للهويه مال شعراء طلعتها، قال قدم على منحه وقدم على قطعه ارض للشعراء، طلعت الاسماء اسم ماكو. اها طلعت الاسماء اسم ماكو، ما رحت له ما قلت له. شو تقول له اذا هو هو يكذك؟ يقول لك انت تعال، انت ابن واحد قدم للعراق، ابن واحد يعني ما خلى شيء ما سوى. يعني قلت لك انا هو انا بالجمعيه كنت اروح وياه للجمعية، يجي قبل العالم، يقول عيب العالم تجي المحافظات وتجي واني ما موجود، واني انا انا اجي وراهم، انا اجي قبل الله. العالم وخطار علي، يعني عبالة الجمعية بيته هيك عايش ويا العالم. زين احنا شباب، انا تدري انا شاب، انا تركت هاي السنة الجامعة ما داومت بسبيل انا ما عندي مصاري في الجامعة. ما عندي والله، قررت اشتغل المصاريف الجامعه السنه الجايه. تركت سنه كامله، يعني انا راحت من عمري من دراستي من هاي راحت بسنه.